امبارح بالليل محمد الباز الذراع الاعلامي المصري بينشر فيديو، والحقيقه الفيديو كان من لايف عامله هو من كام يوم، لكن اعاد نشر الفيديو ده. والفيديو غريب جدا، الفيديو عنوانه ان عمرو اديب عميل للسعوديه، عمرو اديب خدام للسعوديه، عمرو اديب شغال عشان المشروع السعودي اللي احنا مش عارفين هو ايه، عمرو اديب بيخدم المصالح السعوديه، عمرو اديب لو الدنيا باظت في مصر هياخد نفسه وعياله ويروح يعيش في السعوديه لانه شغال مع كفيل سعودي، عمرو اديب شغال مع قناه سعوديه مش قناه مصريه. ايه ده؟ الكلام الغريب ده بس دي حاجه غريبه قوي. اللي حصل امبارح هو تحول مريب جدا الحقيقه. تحاول بقول لك ان في حاجه ما بين السطور، في حاجه اكبر من قصه ان اتنين اعلاميين بيردحوا لبعض. مفيش في مصر اتنين اعلاميين لا بيقدحوا من رؤوسهم زي ما كان سعود القحطاني بيقول ايام السعوديه ايام خاشقجي، ولا في مصر في اتنين اعلاميين بيتحركوا من دماغهم. القصه باختصار ان اي اتنين اعلاميين في مصر بيتقال لهم اعمل كذا فبيعمل كذا، امسك في ده امسك في ده، اهبش في ده اهبش في ده، اتخانق مع ده فبيتخانق مع ده. لكن قصة محمد الباز رجع كده زي ما انا قاعد كده على المكتب وقام قايل والله عمرو اديب خدام يلا يا عم اهجم عليه، لا الكلام ده ما بيحصلش للاسف، والكلام ده مش موجود في مصر بشكل كبير جدا. فاللي حصل امبارح ان محمد الباز بيبدا حمله، الحمله دي انا بقول لحضرتك ان مصدرها هناك في فندق الماسه مقر جهاز المخابرات العامه اللي بيدير الاعلام المصري. الحمله دي مقرها او مصدرها هو اللواء عباس كامل واللواء احمد شعبان، لان هم اللي بيديروا الاعلام، ده مش معلومه يعني عندي ان هم اللي قالوا لمحمد الباز قول كذا، بس لان احنا عارفين ان الاعلام بيدار من هناك، لان احنا عارفين الاعلام بيدار اصلا من مقر المخابرات العامه. فالفيديو بتاع محمد الباز اللي عامل انتشار كبير جدا امبارح، اللي الناس كلها بتتفرج عليه، اللي الناس كلها بتتكلم فيه، اللي مخلي اسم عمرو اديب ترند على تويتر، الصوره فيه واضحه. في رسائل من النظام بتقول ان احنا متضايقين من السعوديه، بتقول ان في مشاكل. طيب ممكن حد يقول لي بص يا اسامه ما تبالغش لان هو ده محمد الباز لوحده مش عارف ايه. لا الحقيقه امبارح في شخص اسمه محمد عبد الرحمن وهو مذيع في القاهره الاخباريه قناه جديده المخابرات عاملاها، بيكتب على تويتر نفس الكلام، بيكتب على تويتر انه في ناس شغاله هنا تبع أجندة دولة صديقة، وإن الناس دي بتخدم أجندات الدولة الصديقة، وهم موجودين على أرض مصرية لكن بيخدموا أجندات الدول الصديقة. مين الدول الصديقة؟ مين الدولة الصديقة؟ مين القناة اللي موجودة وعاملة أزمة وعاملة مشكلة؟ طب الأكتر من كده، هتربط ده بكلام السيسي لما قال بطلوا هري؟ لو تفتكر لما طلع السيسي قال بطلوا هري عملنا مع بعض لايف وكنا بنتكلم، بقول يمكن يقصد عمرو أديب، ما يمكن يقصد عمرو لما طلع رد عليهم خطاب الكاتدرائيه وقال له يا ريس احنا قلقانين على نفسنا، احنا مش قلقانين على البلد. يمكن السيسي كان قصده بطلوا هري انه بيوجه رساله للسعوديه، يوجه رساله لعمرو اديب ومن وراه المملكه العربيه السعوديه يا جماعه بطلوا هري سيبونا في حالنا. ايه اللي حصل؟ وليه النظام بياخد خطوه زي كده؟ وليه النظام بيتحرك دلوقتي ضد المملكه العربيه السعوديه؟ وهي السعوديه عملت ايه اصلا؟ السعوديه ايه الضغط اللي ضغطاه على نظام السيسي للدرجه اللي تخليه يطلع محمد الباز يقول على عمرو اديب عميل سعودي؟ انا بقول لحضرتك معلومه مهمه قوي، اول مره في تاريخ الاعلام المصري والصحافه المصريه تذكر الكلمه دي عميل سعودي، ما حصلش في تاريخ مصر في تاريخ الاعلام المصري. في قدسيه كده دايما كانت موجوده، وحتى يمكن الاستاذ سليم عزوز كان بيتكلم فيها في فيديو من شويه شفته، انه بيقول لك كان في اتفاق كده في سياسه اعلاميه عامه حاكمه انه جماعه السعوديه خط احمر من ايام مبارك، ما حدش بيقرب من المملكه العربيه السعوديه، ما حدش بيهجم على المملكه العربيه السعوديه، والا احنا ممكن نحاكمك وممكن نعمل فيك ونسوي فيك. والكلام ده من ايام مبارك واستمر طبعا بعد 3 يوليو بعد دعم المملكه العربيه السعوديه.